تحت حقائق الحياة اليومية يقع عالم مذهل، حيث معظم ما نتصوره حول الكون خاطئ. الفيزيائي والمؤلف الأكثر مبيعاً للكتب برايان غرين يأخذكم في رحلة تكسر قواعد التجربة البشرية. لماذا لا نرى أبداً الأحداث تتكشف في ترتيب عكسي؟ وفقاً لقواعد الفيزياء يمكن أن يحدث هذا. نفكر في عالمنا كعالم مليء بالأشياء مثل المباني والسيارات والحافلات والناس، ولا يبدو هذا أكثر وضوحا مما هو في مدينة مزدحمة مثل نيويورك، ولكن حول جميع الأشياء التي تكون عالمنا اليومي هناك شيء بذات الأهمية لكنه أكثر غموضا بكثير، الفضاء، حيث توجد جميع الأشياء. لفهم ما أقصده سنتوقف للحظة ونتخيل. ماذا لو قمنا بإزالة هذه الأشياء؟ أقصد كلها، الناس والسيارات والمباني، وليس فقط الأشياء هنا على الأرض، إنما الأرض نفسها. ماذا لو قمنا بإزالة جميع الكواكب والنجوم والمجرات، وليس فقط الأشياء الكبيرة، إنما الأشياء الصغيرة أيضا، وصولا إلى الذرات الأخيرة من الغاز والغبار؟ ماذا لو قمنا بإزالتها جميعها؟ ماذا سيبقى؟ معظمنا سيقول لا شيء، وسنكون محقين، ولكن ما هو غريب أننا سنكون أيضا على خطأ. ما يبقى هو فضاء فارغ، وكما يتضح فالفضاء الفارغ ليس لشيء، إنه شيء، شيء بخصائص خفية حقيقية كما جميع الأشياء في حياتنا اليومية. في الواقع الفضاء حقيقي جدا لدرجة أنه يمكن أن ينتني، الفضاء يمكن أن يلتوي ويمكن أن يتموج، حقيقي جدا لدرجة أن الفضاء الفارغ نفسه يساعد في تشكيل كل شيء في العالم من حولنا ويشكل بنية الكون. لا يمكنك فهم العالم إذا لم تفهم الفضاء، لأنه هو العالم بحد ذاته، هذا فضاء العالم مع الأغراض. لسنا واعين لموضوع الفضاء، الأسماك ليست واعية للمياه على الرغم من وجودها فيها طوال الوقت. الفضاء ليس لشيء، هناك الكثير مما يحدث داخله في الواقع. عندما نتخيل معظمنا الفضاء نفكر في الفضاء الخارجي في مكان بعيد جدا، لكن الفضاء في الواقع موجود في كل مكان. يمكن القول إنه الشيء الأكثر وفرة في الكون، حتى الأشياء الصغيرة مثل الذرات، العنصر الأساسي في وفيكم وفي كل شيء آخر نراه في العالم حولنا، حتى هذه كلها تقريبا فضاء فارغ. في الواقع إذا قمنا بإزالة الفضاء كله داخل الذرات التي تكون الحجارة والزجاج والفولاذ في مبنى إمباير ستيت، سيبقى كتلة صغيرة بحجم حبة الأرز لكن بوزن مئات الملايين من الباوندات، الباقي هو فضاء فارغ فقط. ولكن ما هو الفضاء بالضبط؟ هكذا تصور رائد العلم الحديث الفضاء، خشبة مسرح فارغة. بالنسبة لنيوتن كان الفضاء هو الإطار لكل شيء يحدث في الكون، الحلبة حيث تمثل الدراما الكونية، وكانت خشبة مسرح نيوتن ثابتة مطلقة وأبدية وغير متغيرة. لم تستطع الأحداث التأثير على خشبة المسرح، ولم تستطع خشبة المسرح التأثير على الأحداث. من خلال تصور الفضاء بهذه الطريقة كان نيوتن قادرا على وصف العالم كما لم يفعل أحد من قبل. سمحت له خشبة مسرحه غير المتغيرة بأن يفهم تقريبا كل الحركة والأحداث التي يمكننا أن نراها من حولنا،
قوانين يمكنها التنبؤ بكل شيء، من الطريقة التي يقع فيها التفاح عن الأشجار إلى مسار الأرض حول الشمس. عملت هذه القوانين بشكل ممتاز لدرجة أننا لا نزال نستخدمها في الأشياء التي نقوم بها اليوم، من إطلاق الأقمار الصناعية إلى الهبوط بالطائرات. والقوانين جميعها تعتمد على فكرة غير اعتيادية واحدة، وهي أن الفضاء حقيقي. على الرغم من أننا لا نستطيع رؤيته أو شمه أو لمسه، الفضاء حقيقي ومادي بما يكفي لتوفير مقياس لأنواع محددة من الحركة، مثل تلك المتزلجة. سيقول نيوتن إنها عندما تدور تتباعد ذراعها لأنها تدور نسبة إلى شيء ما، وهذا الشيء هو الفضاء نفسه. بقي الفلاسفة يتجادلون في طبيعة الفضاء لوقت طويل. ما فعله نيوتن هو أنه غير شروط النقاش، وبذلك ولد العلم الحديث. حصدت خشبة مسرح نيوتن نجاحا كبيرا، وتمتعت بأضواء الشهرة لأكثر من 200 عام. ولكن في العقود الأولى من القرن العشرين ظهرت مجموعة جديدة من الأفكار هزت خشبة مسرح نيوتن من أساسها. أفكار طرحها موظف شاب يعمل في دائرة تسجيل براءات الاختراع السويسرية، واسمه ألبرت أينشتاين. ترعرع أينشتاين في أواخر القرن التاسع عشر في فجر عصر الكهرباء. كانت الطاقة الكهربائية تضيء المدن وتؤدي إلى جميع أنواع التقنيات التي لم يكن نيوتن ليتخيلها أبدا. كل هذه التطورات وصلت إلى شيء أسر أينشتاين منذ الطفولة، الضوء. ليس مصابيح الشوارع، بل طبيعة الضوء نفسها. كان افتتانه بميزة واحدة غريبة للضوء، أي بسرعته، هو الذي سيقود أينشتاين إلى قلب صورة نيوتن عن الفضاء. لنرى كيف. دعونا نقوم بجولة في السيارة. في الوقت الحالي نسافر عند حوالي 32 كيلومترا في الساعة. ليزيد من سرعة قيادته، على السائق الضغط على دواسة الوقود فقط، وتتغير سرعة سيارة الأجرة. يمكنكم أن تشعروا بذلك التغيير، ولكن يمكنكم أيضا أن تروه على عداد السرعة في السيارة أو على لافتات رادارات السرعة. يمكننا تخفيف السرعة، لكن تخيلوا أنه بدلا من قياس سرعة سيارة الأجرة توجد هناك لافتة رادار تقيس سرعة الضوء الصادر من مصابيح السيارة الأمامية. ستقيس اللافتة الضوء يسافر عند سرعة هائلة تقدر ب 1.80 مليون كيلومتر في الساعة. والآن عندما تبدأ سيارة الأجرة بالتحرك ستعتقدون أن سرعة الضوء ستزيد مع زيادة سرعة السيارة، ففي المحصلة تعتقدون أن سيارة الأجرة المتحركة ستعطي الضوء دفعة إضافية. ولكن من المستغرب أن هذا ليس ما يحدث. لافتة الرادار أو أي قياس لسرعة الضوء سيكشف الضوء يسافر عند سرعة 1.80 مليون كيلومتر في الساعة، سواء تحركت السيارة أم لم تتحرك. ولكن كيف يكون هذا ممكنا؟ كيف يمكن أن كل قياسات سرعة الضوء ستخرج بذات النتيجة؟ إذا كنت تركض باتجاه جدار فستراه يتحرك باتجاهك أسرع مما إذا كنت تقف بدون حراك، ولكن هذا ليس صحيحا حين يتعلق الأمر بالضوء. سرعة الضوء هي نفسها للجميع، هذا حقا مذهل. إذن هكذا حل أينشتاين هذا اللغز المدهش، مع العلم بأن السرعة هي مجرد مقياس للمكان الذي يسافر عبره شيء ما خلال زمن معين. اقترح أينشتاين فكرة مذهلة حقا، هي أن المكان والزمان يمكنهما أن يعملا معا ويتعدلان باستمرار عبر سرعة الضوء الصحيحة ذاتها، لدرجة أنه مهما كانت سرعة تحركنا عند قياس سرعة الضوء فالنتيجة دائما 1.80 مليون كيلومتر في الساعة. ليحترم تلك الميزة المطلقة للضوء اضطر الوقت والفضاء إلى التوقف عن أن يكونا مطلقين، وهذان الاثنان اضطرا لأن يكونا نسبيين بطريقة أنهما اختلطا ببعضهما البعض. إذا كانت فكرة مرونة المكان والزمان تبدو غير عادية فهذا لأننا لا نتحرك بسرعة كافية، ولكن إذا كانت سيارة الأجرة هذه قادرة على التحرك قرب سرعة الضوء فلن يكون التأثير مخفيا بعد ذلك.
على سبيل المثال، إذا كنت تقف عند زاوية شارع بينما كنت أمر بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فسترى الفضاء يتعدل، لذا ستبدو سيارة الأجرة بطول إنشات فقط، وستسمع أيضا تكتكة مرور الوقت ببطء في ساعتي. ولكن حيث أجلس داخل سيارة الأجرة، ستتكتك ساعتي بشكل طبيعي، وسيبدو الفضاء هنا كما يبدو دائما. ولكن عندما أنظر خارج سيارة الأجرة، سأرى الفضاء يتعدل بنسبة كبيرة، وكل هذا لتبقى سرعة الضوء ثابتة. لذا مع أينشتاين، الزمان والمكان لم يعدا جامدين ومطلقين، بدلا من ذلك يختلطان معا، بينما تشكل الحركة كيانا واحدا أطلق عليه لاحقا الزمكان. في يدي ألبرت أينشتاين هذه الصورة الجديدة للفضاء، والتي ستحل لغزا عميقا مرتبطا بقوة مألوفة أكثر من غيرها في الكون، الجاذبية. عرف نيوتن أن الجاذبية هي قوة تجذب الأجسام بعضها إلى بعضها، وتنبأت قوانينه بقوة هذه القوة بدقة متناهية. لكن كيف تعمل الجاذبية حقا؟ كيف تجذب الأرض القمر عبر مئات الآلاف من الكيلومترات عبر الفضاء الفارغ؟ يتصرفان وكأنهما مربوطان بنوع من حبل خفي. ولكن عرف الجميع أن ذلك لم يكن صحيحا، ولم تقدم قوانين نيوتن أي تفسير. اكتشف أينشتاين أنه ليس هناك رقع قد تصلح الجاذبية النيوتونية. كان عليه أن يخترع آلية جديدة لها، أن يفهمها. بعد التفكير في هذه المشكلة المحيرة لأكثر من 10 سنوات، وصل أينشتاين إلى استنتاج مذهل. يكمن سر الجاذبية في طبيعة الزمكان، وقد كان حتى أكثر مرونة مما أدرك في السابق. يمكن أن يتمدد مثل نسيج حقيقي. كان هذا حقا تغييرا جذريا حقيقيا عن أفكار نيوتن. فكروا في هذه الطاولة كالزمكان، وفكروا في هذه الكرات كأجسام في الفضاء. والآن إذا كان الزمكان جميلا ومسطحا مثل سطح هذه الطاولة، فستتحرك الأجسام في خطوط مستقيمة. ولكن إذا كان الفضاء مثل نسيج يتمدد ويلتوي، فقد يبدو هذا غريبا بعض الشيء. لكن انظروا ماذا سيحدث إذا وضعت جسما ثقيلا على نسيج الزمكان القابل للانضغاط. والآن إذا قمت بضرب الكرة مجددا، تتحرك الكرة على طول انبعاج في النسيج يصنعه الجسم الثقيل. وأدرك أينشتاين أن الجاذبية تعمل بهذه الطريقة في الواقع. إنها انبعاج الزمكان الذي تسببه الأجسام داخله. بعبارة أخرى، الجاذبية هي شكل الزمكان نفسه. يبقى القمر في المدار ليس لأنه يجذب إلى الأرض بفعل قوة غامضة، ولكن لأنه يتحرك على نحو حثيث على طول انبعاج في نسيج الزمكان الذي تسببه الأرض. مع أينشتاين أصبح الفضاء ليس فقط حقيقيا بل مرنا أيضا، وهكذا فجأة أصبح للفضاء خصائص، وأصبح للفضاء انحناءات، وأصبح للفضاء نوع مرن من الهندسة تقريبا كورقة مطاطية. يفتح طريقة تفكير جديدة تماما عن الواقع تصف الكون بأكمله. أينشتاين أصبح أينشتاين بسبب تلك الملاحظة. في حين أن نيوتن رأى الكون ثابتا، رآه أينشتاين ديناميكيا. إنه متشابك مع الزمن ويملي كيفية تحرك الأجسام. لذا بعد أينشتاين لم يعد من الممكن التفكير في الفضاء كخشبة مسرح ثابتة. إنه ممثل ويلعب دورا رئيسيا في الدراما الكونية. والآن نفكر في الفضاء كديناميكي وناشط ومرن مثل نسيج، ولكن هل هو كذلك حقا؟ هل هذه مجرد استعارة أم أنها تصف ما هو الفضاء حقا؟ حسنا، تتوقع نظرية أينشتاين أن طريقة من الطرق للاختبار تتضمن القيام برحلة صغيرة إلى حافة الثقب الأسود. الثقوب السوداء هي نجوم منهارة،
أي أجسام ضخمة سحقت إلى جزء صغير من حجمها الفعلي. الجاذبية حولها قوية جدا لدرجة أنه بحسب رياضيات أينشتاين يستطيع ثقب أسود دوار أن يجر الفضاء حرفيا معه ويلويه كقطعة قماش. يبعد أقرب ثقب أسود تريليونات من الكيلومترات، ما يجعل اختبار هذا التنبؤ تحديا. ولكن في أواخر خمسينيات القرن العشرين بدأ عالم في الفيزياء اسمه لينارد شيف بالبحث عن وسيلة لاختبار أفكار أينشتاين عن الفضاء في كوكبنا. استوحى شيف الفكرة من شيء نفكر فيه عادة كلعبة أطفال، الجيروسكوب. اعتقد أنه إذا كان الفضاء حقا يلتوي مثل نسيج فقد يسمح له الجيروسكوب بملاحظة هذا الالتواء. كانت فكرة غريبة، واختار مكانا غريبا فعلا لمشاركتها. إنه حوض سباحة هيئة التدريس في جامعة ستانفورد. هنا في عام 59 التقى شيف اثنين من زملائه ويليام فيربانك وبوب كانن. كان متحمسا بشأن إعلان رآه بشأن جيروسكوب متطور. على الرغم من أن شكله بدا مختلفا لكنه كان يعمل في الأساس مثل لعبة أطفال. في تلك اللحظة هناك قرر الثلاثة أن يطلقوا جهازا مثل هذا في المدار حول الأرض. عادة يشير محور الجيروسكوب إلى اتجاه ثابت، ولكن إذا كانت الأرض تجر الفضاء فعندها سيجر محور الجيروسكوب معها، ما يحول توجهها بطريقة يمكن قياسها. كانت خطة بسيطة بروعتها، ولكن كانت هناك مشكلة واحدة فقط. تتنبأ نظريات أينشتاين بأن دوران الأرض يلوي الفضاء بنسبة صغيرة فقط، وهي نسبة صغيرة جدا لدرجة أن الأمر سيكون شبيها بقياس ارتفاع فلس من على بعد 100 كيلومتر. أمضى الفريق أكثر من عامين يحاول أن يعرف كيفية القيام بقياس دقيق إلى هذه الدرجة. وضعوا أخيرا خطة لتعليق 4 جيروسكوبات تسبح في الفضاء بحرية إلى تلسكوب يصوب نحو نجم بعيد. وإذا كان الفضاء يلتوي، إذن على مر الوقت فلن تشير الجيروسكوبات إلى النجم بعد ذلك، لأنها ستعلق في دوامة فضائية. وفي عام 62 تقدموا بطلب إلى ناسا للحصول على هبة، فطلبوا حوالي مليون دولار لما سيطلق عليه لاحقا مسبار الجاذبية بي. اعتقد أعضاء الفريق في البداية أن المشروع سيتطلب حوالي 3 سنوات، ولكن كانوا متفائلين زيادة عن اللزوم. مع فريق ازداد أعضاؤه أصبح مسبار الجاذبية بي إحدى أطول التجارب الجارية في التاريخ. تم قضاء عقد بعد عقد في محاولة تحقيق الرؤية الأصلية، ما يعني إطلاق تلسكوب إلى الفضاء وصنع الجيروسكوبات التي كانت ضمن الأجسام الأكثر سلاسة التي تم اختراعها. التكنولوجيا مخيفة، كانت مثل العصا والجزرة. كان الأمر دائما شبيها بإمكانية القيام بهذا بعد 5 أو 10 سنوات، ولكن فعليا كانت تمر 35 سنة. كاد يلغى المشروع الذي استغرق أكثر من 4 عقود و750 مليون دولار 9 مرات من قبل الناسا. وأخيرا في أبريل من عام 2004 اجتمع الفريق لمشاهدة الإطلاق. من الرجال الثلاثة الذين كانوا جالسين بجانب حوض السباحة في عام 59 كان واحد فقط على قيد الحياة لرؤيته. وكنا نشاهد هناك. إنها لحظة مثيرة جدا في حياتك، مجرد تجربة مشوقة كانت لا تشوبها شائبة. لم يحدث أي خطأ على الإطلاق. لأكثر من سنة دار مسبار الجاذبية بي حول الأرض بينما راقب الفريق بتوتر كل حركة من حركاته في محاولة لرؤية إذا كانت الأرض ستلوي الفضاء. أخيرا بدأت البيانات بالتوافد، وكانت هناك مشكلة. كان هناك عطل صغير جدا وغير متوقع في الجيروسكوبات، وسيكلف إصلاح البيانات الملايين. مع نفاذ الأموال بدا وكأن ما يقرب من نصف قرن من العمل ستذهب أدراج الرياح. ثم وعند اللحظة الأخيرة الممكنة ظهر مصدران من التمويل الإضافي،
ابن عضو الفريق الأصلي ويليام فيربانك الذي قدم منحة مالية خاصة، وتركي آل سعود وهو عضو في العائلة المالكة السعودية مع شهادة في الملاحة الجوية من جامعة ستانفورد الذي رتب تقديم منحة كبيرة. على مدى العامين المقبلين تم حل المشكلة مع البيانات التي كشفت أن محور الجيروسكوبات انحرف بالنسبة ذاتها تقريبا التي تنبأت بها معادلات أينشتاين. أعتقد أنها المرة الأولى التي كان يمكننا فيها أن نرى تأثير الالتواء الذي تكلم عنه أينشتاين بالعين المجردة. توفر هذه التجربة الدليل الأكثر مباشرة الذي تم إيجاده، وهو أن الفضاء شيء حقيقي، كيان مادي مثل القماش. في المحصلة، إذا كان الفضاء لا شيء، فلن يكون هناك ما يلوى. ولكن في الوقت نفسه الذي كان فيه أينشتاين يكتشف أسرار الفضاء على أكبر المقاييس، كانت مجموعة أخرى من علماء الفيزياء تستكشف الكون على مقاييس صغيرة جدا، وهناك وجدوا مجالا مجهولا تماما لم يعثر فيه على فكرة أينشتاين عن الفضاء أبدا. لفهم ما أقصده، تخيلوا أنه يمكنكم تقليص حجمكم الحقيقي إلى حجم أصغر ببلايين المرات. هذا عالم الذرات والجسيمات دون ذرية، وهي المكونات الأساسية لكل شيء يمكننا رؤيته. عندما تصبحون بهذا الحجم الصغير، تحكم العالم مجموعة مختلفة من القواعد تدعى ميكانيكا الكم. وفقا لهذه القواعد، حتى لو حاولت إزالة كل ذرة وجسيم، فستكتشف أن ذلك الفضاء الفارغ ليس فارغا حقا. في الواقع إنه يعيش بالنشاط. تظهر الجسيمات وتخرج من الوجود بشكل دائم، تظهر من العدم ويبيد بعضها بعضا ويختفي. في حين أن النظرية تنبأت بهذا، لم يتحدث أحد عن الموضوع قبل عام 48، إلى أن اقترح عالم اسمه هنريك كازيمير أنه على الرغم من أننا لا نستطيع رؤية هذه الجسيمات، لكن ينبغي أن تسبب نشاطا ما في الفضاء الفارغ يمكننا رؤيته. وتوقع أنه إذا أخذنا لوحين معدنيين عاديين ووضعناهما قريبا جدا من بعضهما، لنفترض أقرب إلى بعضهما من سماكة ورقة، عندها ستستبعد جسيمات بطاقات محددة، لأنه في معنى ما لن تتسع بين اللوحين. مع أكثر من هذا النشاط المحموم خارج اللوحين مقارنة بداخلهما، اعتقد كازيمير أن اللوحين سيندفعان إلى بعضهما بما نفكر فيه عادة كفضاء فارغ. وبعد عدة سنوات وعندما أجريت التجربة، أثبت أن كازيمير كان محقا. في الفضاء جذبت الألواح إلى بعضها، لذا على مقياس ذري الفضاء ليس فارغا أبدا، إنه مليء بالنشاط لدرجة أنه قادر على أن يجبر الأجسام على التحرك. واليوم السعي لفهم الفضاء على النطاق الأصغر يستمر مع واحدة من التجارب العلمية الأكثر كلفة في التاريخ. هذه سيرن، المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في جنيف، وهنا على عمق أكثر من 50 مترا تحت الأرض يوجد مصادم الهيدرونات الكبير، أقوى معجل في العالم، مع سعر يصل إلى حوالي 10 مليارات دولار، يعجل الجسيمات دون الذرية إلى أكثر من 99.99 من سرعة الضوء ويضربها ببعضها تحت مرشات الحطام التي تنتجها هذه التصادمات. اكتشف العلماء في أماكن مثل هذه حديقة كاملة من جسيمات غريبة وعجيبة، والآن إنها تطارد واحدة من الأكثر مراوغة، جسيما يعتقد أنه ضروري لتشكيل كل شيء من الذرات في أجسامنا إلى النجوم الأكثر بعدا. إذا تم العثور على هذا الجسيم، فسيعيد تعريف نظرتنا إلى الفضاء ويحقق سعيا بدأ منذ أكثر من 40 عاما. بدأ كل شيء في عام 64 عندما اقترح فيزيائي إنجليزي شاب يدعى بيتر هيجز شيئا عن الفضاء، وكان هذا الشيء جذريا لدرجة أنه كاد يدمره. قيل لي إن ما كنت أقوله هو كلام لا معنى له وإنه لم يكن صحيحا، لذا من الواضح أنهم لم يفهموا ما كنت أتحدث عنه.
كان هيجز وعدد قليل من الأشخاص يتصارعون مع اللغز الذي يصل إلى هذا. الجسيمات الأساسية في الكون كلها تحتوي على كميات مختلفة من الكتلة التي نفكر فيها عادة باعتبارها الوزن. من دون الكتلة لن تتجمع هذه الجسيمات أبدا لتشكل الذرات المألوفة التي تشكل كل الأشياء التي نراها في العالم حولنا. ولكن ما هو الذي يخلق الكتلة؟ ولماذا تملك الجزيئات المختلفة كتلا مختلفة؟ حاولوا ولم يتمكن أحد من الإجابة عن هذا السؤال المحير. ثم في نهاية أسبوع وبعد جولة سيرا على الأقدام خارج أدنبرا، خطرت لهيكس فكرة غريبة. باستخدام الرياضيات تصور الفضاء بطريقة جديدة كشيء مثل المحيط. الجزيئات مغمورة في هذا المحيط وتكسب الكتلة عندما تتحرك عبره. لكي تروا كيفية عمل هذا، فكروا في كتلة الجسيم مثل شهرة ممثل ومحيط هيجز كمصور الباباراتزي. بعض الجزيئات مثل الممثلين غير المعروفين تمر عبره بكل سهولة، الباباراتزي غير مهتمين بهم ببساطة. لكن جزيئات أخرى مثل نجوم التمثيل تضطر إلى الدفع والضغط. وكلما كافحت هذه الجزيئات لتمر، تفاعلت مع المحيط وكسبت كتلة أكثر. كان هيجز مقتنعا بأنه قام باكتشاف عظيم، ولكن عندما قدم فكرته لمجلة في سيرن تم رفضها. لم يحبط هذا عزيمة هيجز الذي طور نظريته أكثر، حتى عرضت عليه الفرصة لتقديمها في مكان أينشتاين القديم، معهد الدراسات المتقدمة في برينستون. هناك توقع أن تلاقي فكرته الجديدة بعض أصعب المنتقدين. كنت أقود بسعادة على الطريق السريع، ثم كانت هناك لافتة للخروج من الطريق والاتجاه إلى برينستون. عندها أدركت ما كان ينتظرني. بدأت بالتعرق والارتجاف واضطررت إلى الركن على جانب الطريق لأشعر بتحسن. لكن هيجز ثابر. كانت هذه الأولى في سلسلة من المحادثات التي ستقنع الزملاء من القاسي والداني بأنهم كانوا أمام فكرة عميقة. في نهاية المطاف أنهكتهم، شعرت بأنني انتصرت نوعا ما، لذا استمتعت بالمناقشات التي تلت. اليوم الفكرة التي كان هيجز رائدها والتي تعرف بمجال هيجز مهمة جدا لفهمنا للفضاء. مجال هيجز موجود في كل مكان، إنه شيء يملك تأثيرا حتى في الفراغ الأكثر فراغا في الفضاء، يعطيك الكتلة. لذا أعتقد أن هيجز يستحق فعلا الفضل لكونه أحد الناس الذين قالوا إن الفضاء هو أشياء ويملك خصائص جوهرية فيه لا يمكننا التخلص منها أو إيقاف تشغيلها. المشكلة الوحيدة، ليس هناك دليل مادي على أن مجال هيجز موجود، على الأقل ليس بعد. ولكن هناك في سيرن يحاول العلماء أن يضربوا الجزيئات بقوة بالكثير من الطاقة، لدرجة أنها ستسبب انفلات جزء من مجال هيجز. ما سينجم عنه جسيم صغير من تلقاء نفسه، وكأننا نحاول أن ننزع قطعة من الفضاء. إذا تسببنا في تأثير في الفضاء بقوة كافية بواسطة اصطدامات معجل الجسيمات، فيمكننا جعل جسيم هيجز يخرج من فضاء فارغ. طريقة فهمنا للمادة كما وصلنا إليها الآن هي أنها ستنهار إذا لم يكن مجال هيجز موجودا. لا أعتقد أن أحدا يشك بجدية أننا سنراها. بالتأكيد إذا لم نفعل فستكون تلك نتيجة غريبة جدا. سيكون إيجاد جسيم هيجز معلما رئيسيا، سيثبت أن الفضاء الأكثر فراغا له تأثير على المادة. ولكن يتضح أن الفضاء يحتوي على عنصر مراوغ محير أكثر بكثير من أي شيء تخيله هيجز، عنصر يحمل حل اللغز الأعظم بين جميع الألغاز، وهو مصير الكون. إنه لغز بدأ منذ أكثر من 14 مليار سنة فيما نسميه الانفجار الكبير، البيج بانج. في جزء من الثانية خضع الكون لتمدد قوي، ما دفع الفضاء نحو الخارج. كان الفضاء يتمدد منذ ذلك الحين. على مدى عقود اعتقد معظم العلماء أنه لابد من أن التمدد يتباطأ بفضل قوة الجاذبية،
عندما أرمي التفاحة إلى أعلى توقفها جاذبية الأرض في نقطة ما وتعيد إرسالها إلى تحت، وكما تبطئ التفاحة مع الوقت ينبغي أن يكون تباطؤ الكون في التمدد بسبب قوة الجاذبية في كل المادة والطاقة لكل المادة والطاقة الأخرى. ولكن طرح ذلك السؤال التالي: ما هو المصير النهائي للكون؟ هل سيستمر الفضاء بالتمدد إلى الأبد؟ وهل ستوقف الجاذبية الفضاء في نهاية المطاف عن التمدد؟ ما سيتسبب في انهياره على نفسه في انسحاق شديد؟ لحل هذا اللغز ينطلق فريقان من علماء الفلك لقياس تباطؤ التمدد باستخدام أداة غير مألوفة، وهي نجوم متفجرة تدعى السوبرنوفا. لذا فالسوبرنوفا هي نجوم تنهي حياتها في انفجار هائل، إنها مضيئة جدا، يمكن أن تكون مضيئة كملايين من الشموس. ما يجعل السوبرنوفا عظيمة هو أنها متشابهة جدا عندما تنفجر، تصل إلى السطوع ذاتها ثم تتلاشى بالطريقة ذاتها. لأن الانفجارات ساطعة جدا وموحدة، استنتج الفريقان منطقيا أن هذه السوبرنوفا ستعمل كمنارات كونية دقيقة جدا، ما يسمح لهم بتتبع كيفية تباطؤ التمدد في الفضاء مع مرور الوقت. المشكلة هي أن السوبرنوفا نادرة للغاية. لإيجاد ما يكفي منها أمضى بروميتر سنوات يتصل خلالها بعلماء الفلك في جميع أنحاء العالم ويلتمس منهم إيجاد السوبرنوفا. كنا بحاجة إلى أكبر التلسكوبات في العالم وإلى ظروف مثالية. في تلك الظروف المثالية كنت أتصل بالناس في منتصف الليل عندما كانوا يحاولون القيام ببعض العمل الجاد، وكنت أقول: أنا أعرف أن لديكم جدول أعمال مزدحما، لكن ليتكم تستثمرون نصف ساعة فقط في الرصد. عندما حصلوا على ما يكفي من البيانات لتخطيط مدى إبطاء قوة الجاذبية لتمدد الكون، كانت هناك مفاجأة في انتظارهم. بدت النتائج غريبة بعض الشيء، لم تظهر حقا أي إبطاء للكون على الإطلاق. ما هو مستغرب جدا أن الكون كان في حالة تسارع كبيرة. بدأ الأمر كأن الفضاء الذي اعتقدنا أنه لا شيء بدأ أن لديه في الواقع حركة مرنة زنبوركية، لذا لم يرد الفضاء أن يكون مضغوطا. بدا كأن الكون كان آخذا في التمدد بشكل أسرع مع الوقت، يسرع بدل أن يتباطأ. كان رد الفوري أنه يجب أن أكتشف لماذا كان هذا خاطئا، لا يمكن أن يكون هذا صحيحا. ولكنه كان صحيحا، واجتمع معظم العلماء على تفسير واحد: هناك شيء يملأ الفضاء ويعارض قوة الجاذبية العادية والجذابة، إنه يدفع المجرات بعيدا عن بعضها ويمدد نسيج الكون نفسه. أطلق على هذه المادة الغامضة التي تملأ الفضاء الطاقة المظلمة، وقلبت فكرتنا بشأن الكون رأسا على عقب. على المسافات الكبرى تهيمن الطاقة المظلمة على محتويات الكون ولا نعرف ما هي. إذا قمنا بنوع من المسح بإحصاء كل الطاقة في الكون، سيبدو أن الطاقة المظلمة تمثل 70% من الكون، وحتى عقد من الزمن لم يتصور أحد وجود مثل هذه المادة. لذا في الأساس يشكل وزن الفضاء الفارغ نفسه 70% من وزن الكون كله. هذه تقريبا النسبة المئوية ذاتها من سطح الأرض الذي تغطيه المياه. تخيلوا أننا لم نعرف ما هي المياه، والآن لا نعرف ما هي الطاقة المظلمة. نحن حقا نجهل كيفية تفسير الأمر. لدينا كل هذه الأجهزة العلمية المكلفة لميكانيكا الكم والنسبية وفيزياء الجسيمات التي قمنا بتطويرها، ولا يفيد أحدها في شرح الطاقة المظلمة. وحمل اكتشاف الطاقة المظلمة مفاجأة أخرى: فكرة أن الكون يتضمن مثل هذا المكون كان يتم تحضيرها منذ 80 عاما. سأخبركم سرا صغيرا: على الرغم من أنه لم يسمها طاقة مظلمة، تنبأ ألبرت أينشتاين منذ زمن طويل بأن الفضاء نفسه قد يفرض طاقة قادرة على دفع المجرات بعضها عن بعض.
بعد وقت قصير من اكتشاف نظريته العامة للنسبية ونظريته الخاصة بالجاذبية، اكتشف أينشتاين أنه بحسب الرياضيات فالكون سيتمدد أو ينكمش، ولكن لا يمكن أن يبقى في حجم ثابت. كان هذا محيرا، لأنه قبل أن يعرفوا عن الانفجار الكبير البيج بانج تصور معظم العلماء بمن فيهم أينشتاين الكون كثابت أبدي وغير متغير. عندما اقترحت نظريات أينشتاين كونا متمددا أو منكمشا، أي ليس الكون الثابت الذي افترض الجميع وجوده، واجه مشكلة. لذا عاد أينشتاين إلى نظرياته وقام بتعديلها ليدخل نوعا من الجاذبية المضادة التي ستملأ الفضاء بدفعة خارجية تعارض قوة الجاذبية المعتادة إلى الداخل، ما يسمح للكون بالتوقف عن الحركة، ودعا هذا التعديل الثابت الكوني. أنقذت إضافة الثابت الكوني معادلاته، ولكن في الواقع أينشتاين لم يكن لديه أدنى فكرة إذا كانت هذه الدفعة الخارجية أو الجاذبية المضادة موجودة حقا. لم يكن إدخال الثابت الكوني من قبل أينشتاين حلا أنيقا جدا لمحاولة إيجاد ما يبحث عنه، وهو كون ساكن. يقول إن الجاذبية يمكنها أن تعمل في بعض الأحيان بطريقة لا تجذب الأشياء إلى بعضها ولكن تدفعها، مثل صراع اثنين من العمالقة. يمكن للثابت الكوني وقوة سحب المادة العادية أن يبقيا الكون تحت السيطرة وثابتا. لكن بعد حوالي 12 عاما اكتشف عالم الفلك إدوين هابل أن الكون ليس ثابتا، إنه يتمدد بسبب قوة انفجار البيج بانج قبل 14 مليار سنة. يعني هذا أنه لم يكن هناك داع لتغيير معادلة أينشتاين الأصلية، وفجأة الحاجة إلى ثابت كوني لم يعد لها داع أبدا. شكرا. على الرحب والسعة. يقال إن أينشتاين دعا هذه غلطته الكبرى، ولكن هناك مسألة. فمع الاكتشاف الأخير أن تمدد الكون يتسارع، العلماء مقتنعون بأن هناك شيئا في الفضاء يدفع الأشياء بعيدا عن بعضها. لذا بعد 70 عاما قد تصبح أكبر غلطة لأينشتاين ضمن أعظم اكتشافاته. كان شيئا لم يكن يخطر على بال، ولكن قد يكون أن ثابت أينشتاين الكوني هو المفتاح لفهم تمدد الكون كما نراه اليوم. على الرغم من أن أحدا لا يعلم ما هي الطاقة المظلمة حقا، إلا أنها تثير احتمالا مذهلا ومثيرا للقلق. تصور أينشتاين أن قوة الجاذبية المضادة ثابتة، ولكن هل قوة الطاقة المظلمة ثابتة؟ وماذا لو أنها تتغير مع مرور الوقت؟ يمكن أن يقلب الجواب كل شيء كنا نظن أننا نعرفه عن مصير الكون. في هذه اللحظة كل شيء في عالمنا، من الجزيئات التي تكون جسدي إلى الجزيئات التي تشكل القمر، متماسك مع بعضه بواسطة قوى تهيمن على قوة الدفع الخارجية للطاقة المظلمة. وهذا هو السبب في أننا لا نرى الأشياء تتمدد في حياتنا اليومية، لكن ذلك الوضع قد لا يستمر إلى الأبد. في أحد السيناريوهات المحتملة ستستمر الطاقة المظلمة في دفع المجرات عن بعضها أبعد وأبعد، حتى في نهاية المطاف ستدفع كثيرا عن بعضها لدرجة أن الكون سيصبح مكانا باردا ومظلما ووحيدا. في سيناريو محتمل آخر قد تزداد الطاقة المظلمة مع مرور الوقت وتصبح قوية جدا لدرجة أنها ستمزق كل شيء داخل المجرات، من النجوم إلى الكواكب إلى المادة في كل أنواعها. إذا زادت الطاقة المظلمة مع الوقت، في نهاية المطاف ستتمزق الذرات حتى عندما يكون هناك ما يكفي من الطاقة المظلمة بين النواة والإلكترونات لتمزق الفضاء، التمزق الأعظم. ومع كل ما وصلنا إليه، الرحلة التي بدأت مع صورة إسحاق نيوتن عن الفضاء باعتبارها شيئا مثل خشبة مسرح لم تنتهي بعد.
بينما ندرس بنية الكون عن كثب أكثر من أي وقت مضى، قد نجد مفاجآت لا يتوقعها أحد. خذوني أنا مثالا، أنا أبدو حقيقيا بما فيه الكفاية، أليس كذلك؟ حسنا، أجل، ولكن تظهر قرائن جديدة مفاجئة، وهي أن كل شيء أنتم وأنا وحتى الفضاء نفسه قد يكون في الواقع نوعا من صورة ثلاثية الأبعاد، أي أن كل شيء نراه ونختبره وكل شيء نسميه واقعنا المألوف ثلاثي الأبعاد قد يكون وصفا تأثيريا لمعلومات يتم تخزينها على سطح ثنائي الأبعاد رقيق وبعيد جدا. بذات الطريقة التي تخزن فيها معلومات هذه الصورة ثلاثية الأبعاد على هذه القطعة من البلاستيك. الصور ثلاثية الأبعاد هي شيء جميعنا على دراية به من رمز الأمان الموجود على معظم بطاقات الائتمان، لكن الكون كهولوغرام، هذه واحدة من المراجعات الأكثر جذرية لتصورنا للفضاء، والدليل عليها يأتي من بعض نواحي الفضاء الأكثر غرابة، الثقوب السوداء. لو كنت فيزيائيا أصغر سنا كنت سأظن أن أي فيزيائي سيقول هذا مجنون. إليكم طريقة للتفكير في هذا الأمر، تخيلوا أنني أخذت محفظتي ورميتها في ثقب أسود، ماذا سيحدث؟ كنا نعتقد أنه بما أن لا شيء بما في ذلك الضوء يمكنه الهروب من جاذبية الثقب الأسود الهائلة، ستضيع محفظتي إلى الأبد، ولكن يبدو الآن أن هذه قد لا تكون القصة كلها. في الآونة الأخيرة قام العلماء المستكشفون للرياضيات التي تصف الثقوب السوداء باكتشاف غريب، حتى عندما تختفي محفظتي في الثقب الأسود يبدو أن نسخة من جميع المعلومات التي تحتويها تطمس وتخزن على سطح الثقب الأسود بذات الطريقة التي يتم بها تخزين المعلومات في الكمبيوتر. لذا في النهاية توجد محفظتي في مكانين، هناك نسخة ثلاثية الأبعاد مفقودة إلى الأبد داخل الثقب الأسود، وصورة ثنائية الأبعاد تبقى على السطح كمعلومات. يمكن التعبير عن محتوى المعلومات لكل الأشياء التي سقطت في تلك الحفرة السوداء تماما من خارج الثقب الأسود. الفكرة عندها إذن أنه يمكنكم التقاط ما يحدث داخل الثقب الأسود من خلال الإشارة فقط إلى الخارج. ونظريا يمكنني استخدام المعلومات على خارج الثقب الأسود لإعادة تشكيل محفظتي، وهنا يكمن الجزء المذهل حقا، الفضاء داخل ثقب أسود يخضع لذات القواعد كالفضاء خارج ثقب أسود أو أي مكان آخر. لذا إذا كان يمكن وصف جسم داخل ثقب أسود بالمعلومات الموجودة على سطح الثقب الأسود، فعندها قد يكون أن كل شيء في الفضاء من المجرات والنجوم منا نحن وحتى الفضاء نفسه هو مجرد إسقاط للمعلومات المخزنة على سطح بعيد ثنائي الأبعاد يحيط بنا. بعبارة أخرى، ما نختبره كحقيقة قد يكون شيئا مثل صورة ثلاثية الأبعاد. هل يعتبر العالم ثلاثي الأبعاد وهما؟ بالطريقة ذاتها كما هي الهولوغرام وهم؟ ربما. أعتقد أنني أميل إلى الموافقة على أن العالم ثلاثي الأبعاد هو نوع من الوهم، وأن الواقع الدقيق المطلق هو الواقع ثنائي الأبعاد عند سطح الكون. الفكرة جديدة جدا لدرجة أن الفيزيائيين لا يزالون يكافحون لفهمها، ولكن إذا كانت صحيحة كما نيوتن وأينشتاين غيرا تماما فكرتنا وتصورنا عن الفضاء، قد نكون على حافة ثورة أكثر ضخامة. بالنسبة إلى شيء يحتل مثل هذا الجزء الحيوي من حياتنا اليومية، يبقى الفضاء نوعا ما مثل غريب مألوف، إنه يحيط بنا لكننا لا نزال بعيدين عن كشف هويته الحقيقية. قد يتطلب منا هذا 100 سنة، قد يتطلب منا 1000 سنة، أو قد يحدث غدا، ولكن عندما نتمكن من حل ذلك اللغز سنخطو خطوة عملاقة نحو فهم بنية الكون.